تسأل عن الهوى كن عاقل واحذر لا تبلى وخلي عقلك عاقل السادة القدرية بالمحلة الكبرى عم برمضان مولانا بالحاج ابراهيم برمضان بالحاج حمام برمضان وبيت ابو رمضان على الهموم يا رب عودا يا رب لا يا عم يا ششتاوي يا من تسأل عن الهوى كن عاقل واحذر لا تبلى واحذر لا تبلى وخلي عقلك عاقل العشق بلاء والحب سم قاتل يا ابو حسن صوت صباح الليل فتح لخد الصدر والسيد رب البرك يا رب البرك أولاده سيدنا الفتاح وأحبابه ست الحاجة المساعدة عم بسلام البساتين وأحبابه شيخ العرب بن حسن شيخ العرب هو أحسن أبو فرح أخويا وليد صابر أبو كريم فتح لأخويا رب الهمدة سيد علي زين العابدين وأحبابه وخدامه وحسيبه يا رب عودة يا رب وكسر يديك سيدنا الحسين يا بطل يا جودة من الجود يا مالك أحوال يا مولانا في الوجود بتجود اللي على الضرب يبقى له في اللب عيال بشهود شاهد شواهد الحقيقة شاهد شواهد النور في حضرة كلية وجود ووجود وجود ووجود يا ابن بنت النبي يا ابن بنت النبي اسمك في الجنة مورود اسمك في الجنة مورود يا حضرة جمال الجمال يلي ورثت الجمال يا كل الكمال من حضرة النح من حضرة المحمود ابن المدد السليم يحافظ على العهود يسهر الليل يا بهدوي يسهر الليل يا شيخ العرب يا شيخ العرب
سيدنا السلطان ابو علي الدين واحبابه، اخوي احمد سعيد ابو عبد الله ابو سعيد ربنا يبارك فيه يبارك في اولاده، اخوي اشرف الشراجي ربنا يبارك فيه رب عودا يا رب. لا يا سيدنا السلطان ابو الغيط وعرب ابو الغيط يا رب عودا يا رب. ابن المدد السالم يا سيدنا الاربعين، يا سيد الحج سيد يا ابو ابراهيم يا ابو صالح يا ابو السفينه يا عمي يا ابو دكه يا عمي يا ابو مناع يا سيدي عمر يا ابو داع ابن الطريق السليم يحافظ على العهود يمسك على الاسم بمعنى عشان يكون مشهود ويسهر الليل يا بدوي يرتل ترتيل من حضرة المعبود من حضرة المعبود ساعة يقول أحمد وساعة يقول محمود من سر باب الجمال يورد على الموت خمر الجلالة تجلى يا سيدنا الحسين أم جلى في الموجود سيدنا الحسين خمر الجلالة تجلى يا وليا النعم انجلى في الموجود واللي شرب اللي شرب اختمر ولما اختمر سكر قال أرى قافل ورود كان كلمة عين الكناية بقى له عناية في المشهود Thank you.
وشرب خمر ليلة واخد على ذكرك ومحافظ على المورود اصل اللي ذكر الجلال مذكور وله وجود السياق على الله يقدر يذاكر الشروط خمرك يا ليل تجال خلى عقل الولد ده منه يفوت يا قانون ودستور وفيه الشرط مشروط Hey.
من الحسين والرئيسة في السابق وفيه مسبوط سيدنا الحسين وستنا الرئيسة في شارط وفيه مشروط والسيد علي النظر سيدنا الحسين ذاتي بذاتي يراها حالي في سبوك ينمو العواجز مدد يا مد في الملا يا كوياني ونسوياني من سرك يموت يا كوياني كويا يا كوياني مسوياني من سر كي ما كي مو كي يلي في دايرة الإيمان مموتاني الموت كفياني بكي من سر كفكفة على صركفة بيسبوط ما سيبش باب عزكم يا ماما زينب دانا اللي عندكم مس مسبوط قالت يا ابن الدسوقي اللي نفذ الشرط حدانا لازم يكون مسبوق سيدنا يونس لما أخذوا الحوت
أمري سيدنا يونس لما أخذ في باطنه الحوت قتلوا الإشارة إدارية علوية من الذات المسبوط أما طق الدعاء يا بدوي وقال بشرط المشروط اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما نطق الدعاء انقرر وراه الحوت وأتى الأمر الساري أم أخرج من باطنه الحوت عرف صواب الإشارة وخدها المسبوط طب الخليل إبراهيم من اللي نجاه من موت الخليل من النار بعد ما كان هيا هو اللي كان في النار ومن اللي كان معاه كمان مسبوط والله الإشارة ذاتيها من مالك الملكوت وردت ليلة هواها اسمع يا أخويا وردت ليلة هواها لما كان معاه الزاد في النار مسبوط جه الهوى النار خلاه بالنار اللي حطت فيه ولا هو اللي فيها محطوط مين والله الحكاية مش قراية حسي جوايا باللي كان معاه
عبرة النبي ذات الجمال. ويوسف وهو في الجب مربوط أنا أتيتكم من كتاب وحكمة لا تؤمنن به. يبقى شرط النجاح الإيمان، يبقى مفيش ولي ولا نبي ولا واحد على ظهر الأرض مخلوق جمال أي إنسان لازم يؤمن بحضرة النبي، فالنجاح جاء من إيمانهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي كفر صح كفر ما كان كفر ده بالطاغوت. يبقى اللي كفر صح كفره ما ده كفر. للي ما كفرش بطاغوت المعاني منين فتيج الايمان يكون مسبوط. السر صار يا بدوي وفي العلا عند البهمس. مسبوط اللي كل شيء منه اللي كل شيء منه. سماوات وأراضين وأنبياء وصحابة وصالحين وكمان كل شيء خلق في الملكوت منه منه. ما هو اللي منه يا سيدي علي وبيك الشرط مشروط، واللي يقول غير كده بينفي ربي ده الملكوت. قل اي شيء خلق في الكون الاول، ما هو اول شيء خلق في الكون يا رسول الله؟ قال له نور نبيك يا جابر أخذ قبضة من نوره فجعلها تطوف الأرض وقال لها كوني فكان. هو مكون وتكوين، وكون الكون في تكوين الكون هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله. يبقى هو أساس القبضة. القبضة من عل عل عليين هو أساس القبضة اللي منها أتت النبي وانخلق كل شيء في الوجود.
من سماوات وما بينهما كمان كل شيء تسوى في الأراضين مش بس كده يا حبيبي المبتدا اللي بلا انتهاء ما هو العطاء في الكون تعالى يا قصص الدايرة شوف اللي جوا مين تعالى يا قصص الدايرة شوف اللي جوا نشأ وسوى إيش من نور وإيش من طين ليس بالجسد إنسان ولكن روح نور طه ياسين ليس بالجسد إنسان ولكن من النور روح طه ياسين واللي من ذاته ابتدى دفي النبي وبعد كده الصحابة وبعدهم رجال صالحين لكل واحد درجة مش كده ولا ايه لكل واحد منهم درجة لكن الدرجة الأولى طه ياسين نعم يبقى الكل واحد درجة وعارف حدوده فين لكن
الدرجة الأولى يبقى طاغى يا سيد. والرمز في البهاء بس اللي يوعى